تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح باب التواصل معكم مستمعين، يعني لاستقبال ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. في البداية رحب بفريق العمل معنا في التنسيق حمد المعيوف، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل، وكالعادة دكتورة ندى الملا ترافقني في تقديم هذه الحلقة. صباحك برشلوني دكتورة. صباحك مدريدي يا محمود، صباحكم خميس وليس ما له علاقة. عموما أسعد الله صباحكم جميعا. أرقام التواصل معنا الدكتورة كم؟ للاتصال على 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، واليوم فقط متواجدين على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الانستغرام لايف DHA_Dubai. إذن أيضا نذكر برابط التأمين الصحي دكتورة. هي رابط التأمين تم اعتقد 23 يوما فقط على انتهاء المهلة. ورابط التأمين www.ishd.ae، فلما صلح وضعه يتخلي صحح وضعه اليوم يا جماعة. طيب زي يا جماعة الخير اللي موجودين معانا لايف، لا تحطون أرقامكم على اللايف يا جماعة، قلنا طرشولنا إياها برايفت، الناس كلها بتشوف رقمكم الحين بتدق عليكم تليفون. عموما حتى بعد رقم مميز بعد شو نسوي بعد 2-8-2 ليش تقوله بعد على الهواء؟ ولا بس 2-8-2-0 شو قلنا؟ انزين عموما دكتورة أبغي أسألك الحين. أسأل. أنت بديتي ما شاء الله عليك تسوين فيديوهات وتنزلين في السوشيال ميديا وتصورين وتصيري مطاعم هالأيام. لا سوالف ما تصيري مطاعم. انزين بس خبريني يعني. ما سي مطاعم ما صور. هل هذا الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي سبب لك نوع من العزلة شوية؟ لا محمود، بس في وايد ناس يسبب لهم عزلة اجتماعية. إنزين، هذه دراسة حديثة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يمضون أوقات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي يواجهون خطرا متزايدا للعزلة الاجتماعية، على الرغم من أن هذه المواقع قد صممت أساسا لتعزيز التواصل بين الناس. المفارقة أن الباحثون وجدوا بين الأشخاص الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للشعور بالعزلة الاجتماعية، وذلك بمقدار الضعفين مقارنة مع الأشخاص الذين يعني أقل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي. وقال الدكتور بريان بريماك مدير مركز جامعة بيتسبرغ لأبحاث الإعلام والتكنولوجيا والصحة، تعد هذه النتائج بمثابة تركيز أو تذكير بمعنى الأصح بأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست علاجا للأشخاص الذين يشعرون بالعزلة الاجتماعية. وبريماك يقول أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتقصى العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعزلة الاجتماعية عند مجموعة كبيرة من المشاركين من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. اشتملت الدراسة على حوالي يعني 1800 شخص أعمارهم ما بين 19-32 سنة، يعني راحت علي وعليك الدكتورة، حيث وجد الباحثون بأن الأشخاص الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي سواء من حيث عدد المرات الدخول إليها أو الزمن الكلي الذي يمضونه عليها كانوا أكثر عرضة للشعور بالعزلة عن الأشخاص الآخرين في المجتمع. حمدة إذا أسمى ما ردت علينا موجودة تسمعنا، يعني سمعت الخبر بعد ما سمعت أسمى كيف حالك؟ تمام الحمد لله. نحن الخبر اللي عندنا يقول
هل يزيد الاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي من العزلة الاجتماعية؟ وفي دراسة أكدت أن الأشخاص هذول يصابون بالعزلة الاجتماعية أكثر من العادي مرتين. شو رأيك أنت؟ يعني هل أنت في عزلة اجتماعية يا أسماء؟ أنا أتمنى أكون في عزلة اجتماعية. أوكي يا أسماء زين. في فعلا يعني في أشخاص تأثروا منهم صحيح. وفي أشخاص اللي عندهم بالانس أنه مثلا توازن بين الحياة الاجتماعية وبين التواصل الاجتماعي ما راح يعاني من مشاكل، لكن مشكلتهم بيكون في الإدمان. صحيح. وعلى فكرة في بعض الدول يعني في دولة خليجية عندها مركز لعلاج مدمنين التواصل الاجتماعي. صحيح. هاي نقطة والله هذا شيء مجدي والله. بناخذ منش تفاصيل بعدين أسمع بخصوص هالمركز، بس قولي لنا شو رسالتنا الإيجابية لليوم؟ رسالتنا اليوم كلنا نستطيع التغيير، فلا توجد عادة لا يمكن تغييرها. صحيح. حدد تلك العادة السلبية وضع خطة لتغييرها. إذا كان شخص منعزل اجتماعيا يقدر يغير هاي العادة. صحيح. طيب شكرا لك يا أسماء. في عندنا شيء جديد على السوشيال ميديا غير مباراة برشلونة البارحة؟ كلنا نتكلم أمس عن في حلقة صحة وسعادة عن قزم الأظافر وارتباطه بالجانب النفسي، وأيضا العوار اللي راح تسويها مو بس على مستوى الشكل يعني، حتى في الأسنان وأيضا في الجهاز الهضمي. فنتمنى المتابعين كلهم يجون حسابنا على تويتر يشوفون آخر فيديو نزلناه إن شاء الله. شكرا لك يا أسماء ويومك سعيد. يومكم سعيد. شكرا لك يا أسماء. أيضا دكتورة يعني من 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 الامور اللي الواحد لازم يغيرها او بعض الاستراتيجيات اللي الواحد ممكن يعملها على اساس انه ليش تزي راسك كان كلامه بعيب النت. لا بلع. يعني اقول لك نعم اجل محمود انا معك اكمل. شكرا. طيب دكتوره فيقول لك اصلا في بعض القوانين او القواعد السلوكيه اللي الواحد ممكن يسويها، منها عاده الانكار. انكار حلوه صحيح. شو يعني الانكار؟ هل إنكارته ينطبق على الناس في هالدراسة؟ يعني لما تقول حق شخص أنت وايد تستخدم التليفون وايد تقعد مواقع التواصل الاجتماعي، شي يقولك لا منو قال وين الدليل؟ لا ما قد أنا اللي أقصده شيء ثاني دكتورة. الإنكار كيفية إنكار السلوك نفسه. في بعض العلماء والمدربين شو يقولون؟ يقولون إن إذا أنت مثلا عندك سلوك معين تبغي تعود نفسك وتعود ذاتك أنك أنت تترك هذا السلوك، على سبيل المثال الإقلاع عن شرب المشروبات الغازية. أوكي. يقول لك أنت انكر هذه المسألة، حطها في جدول زمني، يقول أنا بوقف مثلا ما بشرب مشروبات غازية أسبوعين. حلو. حط لك تارجت تقدر تسويه. بسيط، حتى لو كنت مدمن ممكن توقف أسبوعين كتارجت وترجع. صحيح. يقولك بعد أسبوعين قرر أنك يا ترجع تشرب ما مشكلة، أو أنك تتمدد الفترة. لا إذا مددت أنت خدت أسبوعين خذ لا شهر، وأنت رايح بهذا الشكل خلاص العقل عندك وطريقتك كذا، أنت بتبرمج على أساس أنك أنت تترك مثل هذه العادات السيئة. تعالي على التدخين، على ما أدري كذا، على الأكل الغير صحي. صحيح. وانت ماشي بهذا الشكل. صحيح. أيضا في شيء يسمونه ابتداع اللي هو عكس هذا الموضوع تماما. شو معناته ابتداع؟ أني أنا عندي بعض السلوكيات اللي أبغي أكسبها انزين وأدرب نفسي عليها. مثلا خلاص أنا أقرر أني أبغي ألعب في اليوم 30 دقيقة رياضة، أبتدي أدرب عمري وأنا ساير يوميا زين، احط مثلا شهر انا بلعب رياضه 30 دقيقه خلاص بيمشي معاي الموضوع. بعد شهر اكمل ولا اوقف؟ لا بكمل، بسويها الضعف واتم بهذا الشكل لين ما خلاص تصير عاده عندي. بنش اصلي الفير في المسجد. حلو محمود والله، والله مصطلحات مهمه صراحه. يعني يبانا نسوي حلقه بس تعطيني مثل المصطلحات الجميله. والله ان شاء الله نسوي برنامج كامل على هذا الموضوع. تستاهل. عموما في عندنا أسئلة دكتورة. خبر عاجل تم، لا شو هذا؟ أي تم إعلان حالة الطوارئ في مركز البرشة الصحي ليلة أمس بعد تأهل كبير وبجدارة، حيث امتلأت لعلاج المدريديين صدمة وبالمجان كبير البرشلوني. وش معنى البرشة يعني؟ هذا مركزكم؟ لا
عموما يا جماعة الخير خلاص نرجع لبرنامجنا الصحي بلا برشلونة بلا مدريد بلا أي شيء. هذاك يا السؤال كله عند أبو كريم ودوها. عموما فاصل مستمعينا، بعد الفاصل يكون عندنا موضوع جميل جدا من الصديف الدكتورة آمنة سالم المهيري أخصائي أول قسم بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي. بنتعرف على هذا التخصص وعلى هذا القسم، لكن دكتورة اللي حاب يتواصل معنا كم الأرقام؟ على 6005514414 ورسائل نصية على 4006. متواجدين لايف فقط على كاونت هيئة الصحة في دبي، لأن ماشي انترنت في الاستوديو. حطوا لنا واي فاي يا جماعة الخير. ما في واي فاي، ماشي واي فاي. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل قلنا من استضيف معنا في الأستوديو الدكتورة آمنة سالم المهيري أخصائي أول قسم أمراض الدم بمستشفى دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك ورد دكتورة. ما أدري الصوت إن شاء الله واضح. واضح الصوت؟ ممتاز. طيب دكتورة أول شيء زين، يقول أنا ما شيء واي فاي، عيل بيخلص الداتا عقب هاللايف. لا لا إن شاء الله الداتا موجودة. أيوة طيب دكتور، نتكلم عن قسم أمراض الدم. طبعا ما نتطرق لهذا التخصص المهم، ما نتطرق للعديد من المواضيع بهذا التخصص وأغلب الأمراض اللي موجودة فيه اللي نتكلم عنها عن أمراض الدم، ولكن قبل ذلك خلينا نتوجه عن يعني تعريف سريع عن الخدمات اللي يقدمها هذا القسم. ممتاز. قسم أمراض الدم هو المركز الحكومي الوحيد في دبي تقريبا في الإمارات الشمالية، مختص في علاج كافة أمراض الدم الحميدة والسرطانية. ويقدم القسم خدماتها إلى المرضى المقيمين في المستشفى ومرضى العيادات الخارجية ومرضى عندنا قسم يسمونه قسم العلاج الوريدي. يحتوي القسم على 16 سرير، 4 منهم غرف خاصة مهيئة لزراعة النخاع مستقبلا إن شاء الله، هذا مشروع القسم في السنين الجاية. ويشرف عليها طاقم طبي وتمريضي عالي الكفاءة مدرب ويقدم يعني أعلى مستويات الخدمة في هذا المجال. يتألف القسم من قسم العيادات الخارجية من 4 عيادات مختصة على وموزعة على مدار الأسبوع لضمان استمرارية الرعاية الطبية. وقسم العلاج الوريدي هو قسم خاص مختص يفتح يعني ساعات العمل من الصباح إلى المساء، يقوم بإعطاء العلاج الوريدي اللازم من أدوية ويعني نقل دم ومشتقات الدم يعني في حالة في ساعات دوام الرسمي أو ساعات دوام معينة، والمريض مو لازم يبات في المستشفى، إنه ممكن يعني يأخذ الدم في ساعات معينة ويروح البيت. ويقدم بعد قسم الدم استشارات يعني تقديم استشارات طبية مختصة لكافة التخصصات الطبية في مستشفيات الهيئة ومراكز الطبية التابعة لها، ويقدم يد العون للقطاع الخاص عند الحاجة لأنه القسم المختص الخاص في أمراض الدم. ممتاز. شو أكثر الحالات اللي تتابع عندكم في قسم أمراض الدم؟ الحالات اللي في القسم نفسه كلها حالات اللوكيميا وسرطانات الدم اللوكيميا الحادة، وعندنا بعد حالات اللمفوما سرطان الغدد اللمفاوية اللي يحتاجون إلى علاج كيماوي. طيب ناخذها واحدة واحدة. إنزين اللوكيميا شو هو هذا المرض وشو اللي وكيف يصاب فيه الإنسان وشو الأعراض والوقاية؟ اللوكيميا هو سرطان الدم. سرطان الدم ممكن يكون سرطان دم حاد أو مزمن. الحالات اللي في المستشفى هي دائما سرطانات الدم الحاد، لأن المزمن هو مرض مزمن يكون مع المريض يعيش وياه طول حياته ويأخذ أدوية عبارة عن حبوب ويعيش حياته طبيعية. اللوكيميا الحادة اللي هي الخطرة وفي معظم الأحيان تكون قاتلة إذا ما المريض ما أخذ علاج. يصاب بها المريض يصاب بأعراض مو بواضحة، يعني المستشفى عنده نزيف مثلا من الأنف، عنده حرارة، ما في شيء معين يشتكي منه أن احنا نعرف مثلا أن هذا هو سرطان الدم، بس يبين في التحاليل اللي يسوونها دائما يكون ارتفاع في خلايا الدم البيضاء أو يكون نقص فيها ونقص في الخلايا في الدم ونقص في الصفائح الدموية. أسباب المرض غير معروفة، ما له أسباب واضحة وما في طريقة للأسف للوقاية من سرطان الدم، بس العلاج متوفر الحمد لله. العلاج عبارة عن علاج كيماوي
كورسات يعتمد على نوع، لأنه مختل يعني في نوعين مختلفين ويأخذون علاجات كيماوية وبإذن الله شفاء من عند رب العالمين. ممتاز. أنت ذكرتي دكتورة أنه هو القسم الوحيد المختص بأمراض الدم في الإمارات بشكل عام، صحيح؟ في دبي. في دبي. في أقسام في أبوظبي والعين. فهل معنى هل تستقبلون الأطفال من دبي؟ هل في أطفال عندكم في القسم؟ في مستشفى دبي في قسم خاص لعلاج سرطانات الأمراض، سرطانات الأطفال. نحن قسمنا للكبار. للكبار فقط. ممتاز. طبعا احنا في عام الخير وفي كثير مبادرات، وسمعنا ان عندكم مبادرات جميلة لعام الخير، فممكن تعطينا باختصار شو اهم المبادرات اللي قدمها قسم امراض الدم؟ والله في سعينا في تقديم المساعدة في ظل عام الخير والعطاء تحت ارشادات قيادتنا الحكيمة، تمكن قسم الدم من تسهيل الخدمات الطبية لقطاع واسع من المرضى الغير قادرين للدفع على الدفع. نسقنا مع جهة معينة والمؤسسات الخيرية وقاموا بإعطاء أدوية غالية الثمن لكثير من المرضى، من نسبة كبيرة من المرضى اللي غير قادرين على الدفع، والحمد لله هذا المرضى استجابوا لهذه الأدوية وعايشين الحمد لله بدون أعراض السرطانات اللي عندهم. بعيد عن الموضوع دكتور، أنا لو عطنك المايك الثاني أحسن، ده ما تتضاربين مع هذا كل شوي دب دب أنا؟ إنزين. طيب دكتورة، يعني من الأشياء اللي الواحد يصادف إنه وايدين عندهم ضغط دم عالي مثلاً، أو يكون في 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 ضغط دم، في عندهم ثلاسيميا، في عندهم يعني بعض الشغلات اللي الأمراض هذه اللي منتشرة عندنا. صحيح. يعني وفي حد يقول إذا تشرب عصير طماطم إنه يساعد تحصل دم أكثر أو شيء. الطماطم غني بالآيرون بالحديد، هي ممكن الواحد إذا عنده نقص دم ليش لا، يعني هي الطماطم والبيتروت والشمندر. الشمندر. طيب شو الواحد ممكن يسوي عشان يحافظ على دمه؟ الحفاظ على الدم هي طبعا الغذاء السليم، لازم المريض أو الشخص بصورة عامة لازم يكون تحت حمية غذائية سليمة، ويأكل الوجبات الغنية بالفيتامينات والحديد عشان ويبتعد عن الأشياء اللي تسبب نزول في الدم. ممتاز. دكتور أمنة، قبل ما نطلع الهواء كنا نتكلم، كنت تقولين في عندكم مبادرات السعادة، سعادة المرضى، فها موضوع مهم بما أن احنا دائما عنوان برنامجنا صحة وسعادة. صحيح. فشو المبادرات اللي سويت في القسم قبل عشان سعادة؟ قبل هذا وانا تغششني الدكتورة فكاتبت لي شغلة، أنا حين أقول يا ربي شو هاي مباراة السعادة كاتبت لي؟ تأثير أعتذر عن خطي السيء. بالعربي ما تعرفوا تكتبوا أنت الدكاترة، ها؟ تفضل الدكتورة. هذا أحسن خط عندنا بكنا. لا. هذا واضح بعد. طيب تفضل الدكتورة. عندنا في قسم الدم في مستشفى دبي قمنا بالتنسيق مع أخصائية أمراض نفسية لدعم المرضى. نحن أغلب المرضى اللي عندهم سرطان الدم يعانون من ضغط نفسي، لأنه مثل مرض يعرفون أنه ممكن صحيح. يكون يعني يقضي على حياتهم، فهم دائما تحت ضغط نفسي. فقمنا بالتنسيق مع أخصائية أمراض النفس لدعم حالتهم النفسية ولتعزيز معايير السعادة اللي أرساها قائدنا الشيخ محمد بن راشد. ممتاز. وقمنا بنشر وخليناها يعني مو بس تدعم المرضى وأهاليهم، عشان الأهل بعد لهم دور كبير في صحة المرضى. أكيد. وشيء ثاني سويناه أن معنا المرضى اللي عالجناهم قبل، مرضانا اللي الحمد لله شفوا من الأمراض السرطانية من الفترة السابقة، وسوينا مثل مجموعات دعم المرضى. هذه يعني ممكن المرضى اللي تعالجوا قبل يجون عندنا المستشفى ويجلسون مع أهل مع المرضى وأهاليهم، ويعطونهم دعم معنوي ونفسي ويتكلمون عن تجاربهم السابقة اللي صارت معهم وكيف الحمد لله تيسرت أمورهم. طيب إذا بتسمحي لي دكتور بس أسئلة سريعة، ممكن نعرف شو علاقة أكل اللحوم وتحسس بعض الأشخاص عن أكله وانعكاسه على الجسم، وشو تشخيصه، وهل يرتبط بالدم؟ وشكرا. اللحوم مو تحسس، في مشكلة مع اللحوم أن في نسبة اليوريك أسيد، هي يعني نوع من الأملاح اللي ممكن تتكاثر في الدم وتسبب مشاكل في المفاصل. بس ما عندي فكرة لو في تحسس من اللحوم. سؤال مهم، انتشار حساسية الدم مثل الارتكارية اللي تسبب توتر واحمرار بالجلد وبعد دقائق تنتهي، شنو علاجه؟ علاجه عبارة عن الابتعاد عن الأسباب اللي تسبب هالارتكارية، يبتعد عن مثلا في ناس تحسس من الغبار، تحسس من أدوية معينة. وشيء ثاني ممكن إذا زادت الأعراض يأخذ أدوية اللي هي تهدئ الحساسية هذه. زين، ما أدري إذا لك علاقة بهذا السؤال ولا لا دكتورة. صباح الخير، ممكن دكتورة تعطينا فكرة عن الخلايا الجذعية وكيفية وطرق العلاج ومدى الاستفادة؟
الخلايا الجذعية الستم سيلز أصلا هي موجودة من زمان، وهي تستخدم في أو زراعة الخلايا الجذعية في أمراض الدم موجودة من سنين، اللي هي زراعة النخاع، لأن هي خلايا جذعية تطلع من النخاع وتزرع للمريض. بس الحين الترند اللي نازل إنه في خلايا جذعية تستعمل لعلاج أمراض الركب، لعلاج علامات الشيخوخة، أشياء كثيرة. بس هذه قيد الدراسة، لأن الحين ما في أشياء أثبتت إن هذه ممكن تساعد المرضى. طيب في حد يقول هل تم عمل دراسات وتوعية وتوعية الأمراض اللي تم شفائها؟ أنت ذكرت إن هنالك يعني مرض اللوكيميا له شفاء، يعني في مرض اللوكيميا الحين في هذا العصر بوجود التقنيات المتطورة ووجود الأدوية الحديثة صار الشفاء من اللوكيميا موجود، وفي عدد كبير من المرضى الحمد لله شفوا من المرض ويعيشون حياتهم طبيعية الحمد لله. يعني كم تكون اسمح لي محمود، كم تكون نسبة، يعني أتوقع المستمع يسأل يعني كم نسبة الشفاء، يعني مثلا لو 100 مرض ياهم لوكيميا كم نسبة الشفاء منه؟ نحن مثلا نوعين قلت لك، في نوع اللي يسمونه الأكيوت لمفابلاستيك لوكيميا أو الليمفاوي، نسبة الشفاء في الكبار تقريبا تكون من 60-70%، والAML الأكيوت مايلود لوكيميا أو النقوي نسبة الشفاء فيه تقريبا فوق 80%. خلينا نقول ممتاز. الـ HIV هل صح نزل علاج للإيدز؟ أو لازم نسأل المختصين في هذا المجال. كان في علاج بس ما أثبت. أسباب ميوعة الدم، علما أن المريض يأخذ أي أدوية تميع الدم. ما يأخذ أي أدوية أعتقد قصده. في أسباب كثيرة، في أسباب كثيرة يعني تسبب ميوعة في الدم. منها يعني أغلبيتها وراثية، يكون عنده حامل لجينة أو أنه مصاب بمرض وراثي يسبب سيولة في الدم. طيب نحن بوقف أسئلة الجمهور دكتورة، وما ناخذ يعني كلمة أخيرة من عندك على أساس أن الوقت غلق عندنا، وما شاء الله وايد أسئلة الناس يتكلمون عنها. تفضلي دكتورة، كلمة أخيرة تبغين توجهينها أو محور نحن نسينا نطرحها ممكن أنت تبغين تطرحينه. لا بس إن أمراض الدم كثيرة، ويمكن كثير من الناس ما تعرف عنها لأنها غير منتشرة، أو يمكن نسبة التوعية في أمراض الدم بعدنا نحن كقسم نشتغل أن نحن نحاول أن ننشر الوعي بأمراض الدم. أغلبية الكلام هو عن الأمراض الوراثية والثلاسيميا، وهو لأنه صحيح. جزء مهم ويأثر على حياة المريض، بس في أمراض أخرى يمكن نسبتها أقل، بس المرضى المصابين يعانون منها مثل أمراض سيولة الدم أو أمراض وراثية أخرى في أمراض الدم. صحيح. فنحاول إن شاء الله نحن رؤيتنا في المستقبل أن نحاول أن نزيد الوعي لهالأشخاص. ونحن جدا فخورين نشوف أطباء مواطنين وطبيبات في تخصصات مثل هذه التخصصات. آخر سؤال دكتورة قبل هذا عشان الرجال طرش مزج، صباح الخير دكتور، بغيت أستفسر عن حساسية الدم، هل لها علاج وشو العلاج؟ وشكرا أسر يا دكتورة. حساسية الدم لها يعني لها سبب، ولازم نحصل السبب، لازم نسوي التحاليل اللازمة لأن نحصل السبب إن شاء الله، وفي أدوية للعلاج. شكرا لك دكتورة آمنة سالم مهيري، أخصائي أول قسم أمراض الدم بمستشفى دبي، أتمناكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. أهلا. العافية دكتورة. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل متواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى. سامحنا عيسى، ما عليه. تعرف أحيانا الواحد من الحماس شوي ينسى المايك، ينسى السماعة على المايك، ولازم يسوي صوت يعني عادي عيسى، تعودنا دكتورة ندى هاي. حط لي جرس مرة ثانية ونطلع ندق لي جرس. عموما حياكم الله معنا مرة ثانية مستمعين الكرام، ودكتور لا تدقين. أنا آسفة. الله يخليك، لأن يعني المستمع هو اللي يتأذى. أعتذر مقدما، وعلاجكم على حسابي. عموما دكتورة يعني عندنا موضوع وايد مهم الحين ما نتكلم عنه، الموضوع اللي هو عن قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى راشد. هذا القسم اللي يعد من أحد الأقسام الكبيرة. أنا ما أدري شو صاير في الاستوديو، بس عموما معانا دكتورة هدى القرشي، أخصائي أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي. صبحت الله بالخير دكتورة، حطي السماعة، حطي بتسمعين أحسن الحين. أنت تسمعين دكتورة؟ أوكي تفضلي. صبحت الله بالخير. صبحك الله بالنور دكتورة. يعني ما نتكلم عن قسم، عن قسمكم، هذا القسم فيه الكثير من المواضيع اللي الواحد ممكن يتطرق لها. في البداية عرفينا عن قسمكم. قسم الجهاز الهضمي والكبد هو قسم مهم في المستشفى.
في تطورات جديدة تستوي بين فترة وفترة والطب يتطور خاصة صحيح. في الجهاز الهضمي وأشياء أخرى. فإحنا في القسم نتطور من ناحية نوعية العلاج اللي إحنا نعطي حق المريض. قبل مثلا علاج الكبد الوبائي قبل كانت بس مجرد إبر والمريض وايد كان يتعب منها وتجي له آثار جانبية وايد وكان وما كان يتحمل العلاج صحيح. ونسبة العلاج كانت بس مجرد 20%. مع تطور الطب وتطور العلاج الحين نسبة العلاج وصل ل 90%. ممتاز. حبوب من غير إبر من غير تعب، المريض ياخذ الأدوية وهو مرتاح من غير ما يحس بالآثار الجانبية، لأن آثارها الجانبية بسيطة جدا، يعني يمكن شوية لوعها وأشياء خفيفة صحيح. بس أغلبية المرضى ما يحسون بأي آثار جانبية. يأخذون الحبوب بشكل يومي. مدة العلاج قبل كانت سنة كاملة، الحين تقلصت إلى ثمان أسابيع ومنها 3 شهور. ممكن. فالعلاج استوى متطور وايد وايد ومريح جدا. ومثل ما قلت لكم العلاج فوق 90% نسبة نجاحها. إنزين دكتور، لو نعرف أول شيء المستمعين شو أمراض الكبد الأكثر انتشارا؟ في طبعا وايد أنواع لين جي وسي صحيح. أكثر أنواع أمراض الكبد وايدة، منها الفيروسات مثلا. إحنا إذا تكلمنا عن الفيروسات منها فيروس A وB وC وD وE، بس من بين هالفيروسات المنتشرة البي والسي أكثر شيء. أمراض الكبد الثانية مثل أمراض المناعة الكبد، أمراض ساعات الدهون تتجمع على الكبد وعقب فترة تسوي عقب سنين تسوي تليف في الكبد. صحيح. فالكبد بعد يتأثر من الدهون الزايدة، من الفيروس نفسه، من أمراض المناعة، هالأشياء الأساسية. في سبب آخر بعد منها الأدوية، بعض الناس يأخذون أدوية من غير استشارة أي طبيب صحيح. فيأخذون هالأدوية وأنزيمات الكبد ترتفع من غيرهم هم يحسون بها، لأن الأنزيمات يوم ترتفع أثرها تبين عقب، لأن الصفرار إذا زادت عقب صعب أن تنزل. فخاصة إذا وصلت لـ20 والمريض ما يحس إلا متأخر أن لون عيونه تغيرت، لون جلده تغير، في أشياء الآثار عقب تبين، بس عقب يكون وايد متأخر والعلاج يكون أصعب. صحيح. دكتورة أنا يعني بتطرق للموضوع يمكن ما أعرف إذا له علاقة بشكل أو بآخر، بس هل القولون يعني هذا المرض اللي وايدين يقولون القولون عندي منتفخ ولا صاير عندي هذا، هل له علاقة بأمراض الكبد والجهاز الهضمي؟ وشو أسبابه وكيف الواحد يقي نفسه من هذه بالنسبة لأمراض القولون في عندنا نوعين من أمراض القولون. القولون العصبي اللي هي مجرد المريض يحس أنه ساعات عنده إسهال، إمساك، انتفاخات في بطنه، هي مجرد أعراض لها علاقة مع الحالة النفسية. كل ما يتضايق أكثر كل ما الحالة النفسية تسيء، فالانتفاخات يحس بالانتفاخات ويحس بالإمساك أو الإسهال. صحيح. الشيء الثاني غير القولون العصبي في شيء ثاني، القولون التقرحي اللي هو الكرون ديزيز والأرسريتيف كولايتس. ففي بعض المرضى يتلخبطون، هل أنا عندي القولون العصبي ولا عندي القولون التقرحي؟ القولون التقرحي إحنا كيف بنعرفه؟ من فحوصات الدم. صحيح. من المنظار بنعرف إن هالمريض عنده قولون تقرحي، التهابات في القولون. فإذا المريض عنده القولون العصبي ما عليه خوف، كل اللي عليه إنه ما يضايق نفسه يعني مثل ما يقولون improve lifestyle من ناحية الرياضة، من ناحية نوعية الأكل اللي يأكلها، الأكلات اللي ما تسوي لها انتفاخات. في بعض المرضى تكون عندهم انتفاخات من أكلات معينة مثل الحلق مشتقاته من البقوليات، فول وفلافل. ففي الحالة نحتاج نسوي لهم شيء اسمه food intolerance test، فمنها يبين شو الأكلات اللي تناسبهم والأكلات اللي ما تناسبهم. طيب في سؤال هنا يقول في علاجات للتليف الكبد وما هي الأدوية الغير آمنة على الكبد؟ علاجات تليف الكبد هو أول شيء شو اللي أدى إلى تليف الكبد؟ الكبد المشكلة إذا كان سببه الفيروس يعني أنه وصل للتليف في المرحلة الأخيرة، ولا سببه الدهون، ولا سببه المناعة.
فإن المريض يوم يوصل لهالمرحلة صعب إن الشاب ده يرجع طبيعي، خاصة إنه وصل للمرحلة الأخيرة. فالحل الوحيد لهالمريض إذا إنه وصل لمرحلة إنه استوى يرجع الدم، انتفاخات وما يتجمع في جسمه في بطنه في ريوله، يدخل في حالة مرحلة الكبد اللاوعي، إنه ما يحس بالناس اللي الناس اللي حوله، يرقد زيادة. إذا وصل لهالمرحلة الحل لهالمريض إنه يسوي زراعة كبد، هو يعتمد على أي مرحلة واصل المريض. صحيح. دكتورة، لو نسأل أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارا عندنا في الإمارات الفترة الأخيرة، إحنا لاحظنا أن المرضى يأخذون أدوية مثل البروفين، مثل الفولترين، مثل الكورتيزون، يأخذون أشياء مختلفة ويلخبطون في الأدوية. معروف عنا أن البروفين والفولترين وساعة بعض والأسبرين أن هالأشياء تؤدي إلى النزيف في المعدة. صحيح. فإحنا وايد تينا حالات نزيف في المعدة، ونضطر نسوي لهم مناظير ونوقف النزيف. المرض الثاني المنتشر مثل ما قلت لك القولون، لاحظنا الفترة الأخيرة خاصة في الصغار، والصغار يعني مثلا التين ايجرز واللي في التوينتيز، وأكثر شيء يعني الفترة الأخيرة لاحظنا انتشار مرض القولون التقرحي من الألسريتيف والكرون، وحتى الأكبر عندهم القولون العصبي اللي بس مجرد يعني عندهم انتفاخات وإمساك وهالأشياء. بس أما الكبار السن، كبار السن اللي فوق الستين أكثر شيء يعانون من تكون عندهم إمساك، لأن قلة الحركة. صحيح. ونوعية الأكل اللي يأكلونها، فأكثر شيء يعانون من الإمساك، وهذا أكثر شيء. طيب دكتورة، بس أخذ أسئلة المتابعين على السريع. السؤال دكتورة، حاليا هل تم انتشار مرض القرحة حاليا تم انتشار مرض القرحة وتسبب الدوخة فجأة وعدم التوازن التعرف، شنو طرق علاجه؟ مرض القرحة يعتمد وين القرحة، هل القرحة في المعدة؟ الدوخة، ليش الدوخة تستوي؟ لأن يوم دم المريض ينزل من القرحة ساعد يكون عنده نزيف داخلي هو ما يحس فيها. صحيح. فنسوي لهم فحوصات الدم، إذا الدم نازل فهذا يعني أنه يحس بدوخة، فلازم نوقف سبب النزيف. صحيح. ولازم نعطي العلاج. طيب كيف نتخلص من المواد الحافظة اللي ما تطلع من الجسم؟ ما أدري، يعني في مواد حافظة ما تطلع من الجسم أصلا؟ المواد الحافظة من الأكل، يعني واحد ما يأكلها؟ أعتقد هذا هو السؤال. يمكن شيء زين. أهلا، أبغى أسأل، يمكن هم يقصدون البكتيريا اللي تناسب الجسم، الفلورا، بكتيريا فلورا، البروبيوتيك، يأخذون بروبيوتيك، فهذا في نوعين من أنواع البكتيريا في الجسم، البكتيريا السليمة اللي الجسم يحتاجها، والبكتيريا الضارة. الضارة احنا ما نحتاجها، بس السليمة على اساس يقويها، البروبيوتيك هو اللي يقوي البكتيريا السليمة في الجسم. طيب في انواع شاي للتخلص من السموم ونظام الديتوكس، شو راي الدكتورة فيها؟ الديتوكس ويعتمد على نوعية كيف هم يتخلصون منها، لان في منهم ياخذون حبوب، وهالحبوب ساعات تأثر على الشبد نفسه. صحيح. تضر الشبد. فمو بأي ديتوكس، مو بأي ديتوكس يأثر، يعني مو بأي ديتوكس يناسب المريض ويأثر على شبده. في ديتوكس أنواع زينة وفي أنواع مو زينة، بس بشكل عام، بشكل عام الديتوكس الناس تحبه وايد، يرتاحون فيه، فبس لازم يتابعون مع الطبيب يستشيرونه، هالديتوكس هل يناسبه أو لا. تنصحين الناس تسوي ديتوكس، وكم رفض يسوي يعني بالعادة؟ والديتوكس بشكل عام يعني إذا الديتوكس، نوعية الديتوكس تناسب فيسوونه أوكي. مرة مثلا في السنة، مرتين، ثلاث مرات؟ مرة في السنة أوكي. زين، ممتاز. طيب نرجع نتكلم عن قسم الكبد وأمراض الجهاز الهضمي. دكتورة، في 2016 كانت هناك يعني أكيد في إنجازات كثيرة تحققت على مدار هذه السنة، وأيضا في خدمات كثيرة يمكن أنتم تقدمون الناس ما يعرفونها، ففي أشياء تبغى تقولين عن هذا القسم، عن إنجازاتكم؟ القسم عندنا قسم كبير، هو أفضل قسم في الشرق الأوسط من ناحية أن كل أنواع الفاسيليتي موجودة، من ناحية أن
كل أنواع المناظير موجودة، يعني حتى من المستشفيات الخاصة وحتى من خارج الدولة في أشياء تكون ناقصة فيطرشون مرضاهم عنا. فالفاسيلتي اللي موجودة عنا المناظير بجميع أنواعه، منظار المعدة والقولون والكبسول إندوسكوبي ومنظار الأمعاء الدقيقة. وقت المنظار إذا المريض يحتاج إنه مثلا إذا في لحميات ولا أورام بسيطة وصغيرة إحنا نشيلها وقت المنظار من غير ما نسوي عمليات وندخلهم عمليات وفتح بطن. في عنا الأشعة الصوتية على أساس إندوسكوبيك ألتراساوند، أن المرضى اللي يعانون من السمنة نسوي لهم مناظير ونحط لهم بلون ولا الاندو بارير، يعتمد على نوعية السمنة اللي عندهم، خاصة إذا عندهم السكري. فإحنا لاحظنا أن المرضى وايدين عقب ما حطينا لهم الاندو بارير السكر عندهم انتظم. عندنا مقياس الحموضة والحموضة في المريء، حساسية الحليب والبوليباكتومي اللي نسويها. القسم مجهز بجميع أنواعه. طيب. بجميع أنواعه. هل يتم في القسم عمل دراسات بخصوص الأمراض الدورية للجهاز الهضمي وأمراض الكبد وعمل آلية وقاية لهذه الأمراض؟ إحنا نسوي إحصائية على عدد المرضى اللي موجودين وشو الكثر عدد الليون العيادات وعدد المرضى اللي يهم نزيف، والحالات الطارئة اللي إحنا نسويها هي الحالات الطارئة إحنا نسويها بشكل يومي لمدة يعني 24 ساعة. صحيح. في أي وقت أي حالة طارئة إحنا نسويها، نوقف النزيف، نسوي دراسة دورية على هالنوعية من المرضى. فعنا عدد كبير من الحالات الطارئة اللي احنا سويناها وعدد كبير من المرضى اللي يجون العيادات، لان احنا عندنا ثلاث انواع من اربع انواع من العيادات. في الشهر الواحد تقريبا 700 مريض احنا نشوف في العيادات، والعيادات مقسمة الى عيادة الجهاز الهضمي، عيادة الكبد، عيادة القولون التقرحي، عيادة الجهاز الهضمي السرطانية. فهي اربع عيادات مقسمة 700 مريض في الشهر ما شاء الله. وهذا غير المناظير اللي احنا نسويها في الشهر تقريبا 500 منظار. كم طبيب؟ فالعدد كبير. كم طبيب في القسم؟ عدد الاطباء تقريبا 12 طبيب في القسم. ما شاء الله عليكم على هذه الارقام على هذه العمليات، والله يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. العافيه ان شاء الله. دكتور ذكرتي بس سريعا عن البالون لتخفيض الوزن، في وقت مرضى يجون العياده يقولون يسالون عن فعاليه هل تقنية تخفيض الوزن، وهل نروح نسوي تكميم أو نسوي بالون، فكم فعاليته في تخفيض الوزن؟ إذا كانت بخصوص مرضى السكر، وهي بعد نقطة مهمة، بس نتكلم أول شيء عن فعاليته لتنزيل الوزن للمرضى. أوكي، إذا إحنا نحسب كثافة الجسم مع الوزن البي إم آي، إذا البي إم آي واصل الأربعين إحنا نفضل أن المريض يصير يسوي التكميم العملية. أما إذا أقل من الأربعين أن يسوي البالون. البالون هو مو مجرد أن بس مجرد نحن نحط البالون بالمنظار والمريض يصير يأكل على كيفة، في منهم يحطون البالون ويصيرون يشربون ملك شيك ويأخذون الأشياء الدسمة وعقب يجون يقولون ما نزل وزننا. فاللايف ستايل مال المريض عقب البالون وايد مهم. لازم يقلل من الأكلات اللي يأكلها، لازم يخفف، لازم يسوي رياضة، لازم حياته تتغير عن قبل. صحيح. ففي منهم فعلا ينزلون وايد في الشهر، ينزلون 10 كيلو على حسب اللايف ستايل مالهم، على حسب الأكلات اللي هم يأكلونها. طيب دكتورة، يقول أكل البقول، أكل البقول يسبب لي اضطرابات في المعدة، ولكن مع علمي أنها مفيدة أجبر نفسي على أكلها، فهل هذا راح يأثر على المدى البعيد مع العلم أني حامل G6PD؟ شو يعني G6PD؟ G6PD هذا مرض الدم. يؤدي إلى تكسر الدم إذا أخذوا البقوليات وهالأشياء. أوكي. بس البقوليات صحيح أن حق المرضى G6PD لازم ما يأخذونها، بس في نفس الوقت حتى البقوليات إذا هو عنده انتفاخات في بطنه مع البقوليات بعد لازم ما يأخذها، لأن هل بعض المرضى البقوليات ما تناسبهم، خاصة اللي عندهم القولون العصبي. يعني هذا الشخص مفروض مو ما يأكل البقوليات. أي. صح؟ يبتعد عنها. هو يقول أنا ولكن مع علم أنها مفيدة أجبر نفسي على أكلها. لا لا لا، لازم يأخذ أشياء ثانية replacing البقوليات. وبالعادة ممكن البقوليات تضرهم محمود معنا عشان السؤال. ممكن البقوليات تضرهم، يعني هو بالعادة الفول والحمص، بس في بقوليات ثانية تلاقي إذا كلوا عدس ممكن ما يصير نفس المشكلة. ففي أكثر عن نوع بقوليات. شكرا.
السؤال التهاب المعدة والأمعاء هذا ما أعرف شو أقرأ اليوزيني صح شو اسمه؟ اليوزيني؟ إيه والأمعاء سيلياك يمكن؟ سيلياك؟ ما سوري الكلام بالعربي ما عرفنا شو التشخيص اليوزيني مكتوبة شي المهم طريقة العلاج في الإمارات ما أدري شو السؤال بالضبط شو عن الأطفال الرضع اللي يكونون حاملين G6PD ها دكتورة شو بخصوصهم G6PD في الرضع ما في مشكلة ما يأخذون بقوليات أصلا ما يأخذوا من أساسه بس حليب الأم حليب الأم ليس فورميلا حليب أم حليب الأم الأم إذا كانت تأكل بقوليات ممكن ممكن يأثر هي أوكي. فالأفضل تبتعد يعني إذا كان طفل عنده حساسية من شيء لازم الأم تبتعد عن المادة المحسسة عشان ما يكون في الحليب حاب أعرف عن بالون المعدة وهل ينفع استخدام مع أي وزن جاوبت الدكتورة أعتقد أنا عرفت الموضوع مهم من يسمعون تنزيل وزن وبالون والبالون دكتورة آمن عقب ما المريض يوصل وزن المثالي شو يستوي في البالون هو البالون عندنا نوعين من البالون بالون 6 شهور وبالون سنة هي. فإذا هو مال 6 شهور عقب أول ما تخلص 6 شهور لازم يشيل البالون وإذا هي لمدة سنة عقب سنة على طول يشيل البالون يرجع لكم يعني عشان ينشل ما يذوب ويطلع لا 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 لا, لا, لا. لازم احنا نشيله بالمنظار لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار سرطان الجهاز الهضمي بشكل كبير للحد والكشف المبكر شو رأي الدكتورة صحيح احنا نفضل نسوي سكرينينج خاصة على المرضى اللي عمرهم فوق 50 إن كولونوسكوبي يعني منظار القولون على أساس نتأكد إن ما عندهم أمراض سرطانية خاصة المرضى اللي عندهم في العائلة أمراض سرطانية في القولون نفضل على عمر 40 أو قبل 40 نسوي لهم السكرينينج طيب وعليكم السلام هذه بالانجليزي ايوسينوفيليك غاسترونترايتس ايوسينوفيليك غاسترونترايتس بالنسبه للمريض الايوسينوفيليك هو بالعاده شو يشتكي منه يشتكي انه ما يقدر ياكل عدل لانه يحس ان الاكل يصطك في صدره في منهم فعلا الاكل يتم في صدرهم في المريء ونسوي لهم المنظار ونشوف الاكل موجود وناخذ عينات نتاكد ان هالمريض فعلا عنده ايوسينوفيليك اسوفاجايتس فهي نسبه الايوسينوفيل هو اللي الحساسيه هي اللي ترفع هي اللي تسوي حساسيه في المريء ففي الحال احنا ننصح المرضى يعني في منهم يوصلون لدرجة أنهم يحتاجون يأخذون كورتيزون على أساس إذا نسبة الإيوسينوفيليك وايد مرتفعة فبيحتاجون يأخذون على المدى البعيد ممتاز عموما دكتورة نحن يعني في أسئلة الناس وأسئلتنا كذا بس دائما نحن قبل أن نختم اللقاء نقول للضيف اللي معانا إذا في كلمة أخيرة تبغي توجهها يمكن نحن نسينا نطرح موضوع من المواضيع اللي في بالك مهم وايد أن الناس يعرفونه فنترك لك المجال عندك دقيقة تقريبا لنهاية البرنامج تفضلي أنا عندي أنا أفضل أن المرضى لازم يكونون الناس بشكل عام الببليك بشكل عام لازم يعرفون وواعين بالأمراض اللي قاعدة تدور المنتشرة احنا نسوي حملات كثيرة في أمراض الجهاز الهضمي أمراض القولون نسوي حملات كثيرة بالنسبة للفيروسات الكبد الوبائي احنا كثر ما نقدر نسوي محاضرات كل مكان على أساس ان نتخلص من الفيروس فيروس سي المنتشر صحيح ان العدد بدأ يقل بس احنا نبغى نتخلص عنه على 2020 ان نهائيا على اساس نقول eradication of HCV in UAE على اساس انه ما يكون عندنا اي هيباتايتس سي في الامارات فعشان شيء في مرضى وايدين ما يعرفون ان عندهم الفيروس لما يوصلوا للمرحله الاخيره لانه مرض صامت فافضل شيء ان الناس تسوي سكرينينج تسوي بس فحص دم فحص صغير انه بس يتاكدون انه ما عندهم هالفيروس ومنها لا سمح الله اذا طلع عندهم الفيروس هي 3 شهور يتخلص منها صحيح. فإنه يسوي الوقاية خير يعني إن أول هو يقي نفسه من هالأشياء وثانيا أنه يسوي سكرينينج حق نفسه على أساس ما يمرض نحن شاكرين لك دكتورة هدى القرشي أخصائي أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي طبعا كنت تتكلمين عن العديد من المواضيع نحن نتمنى لكم التوفيق وإنجازاتكم جدا كبيرة نتمنى لكم دائما التوفيق ومشكورة وايد على الحضور شكرا لك شكرا أنا حابة أشكركم على الجهود اللي تبذلونها على أساس لتوعية المجتمع للأمراض الموجودة
شكرا لك دكتورة ندى الملة، دائما منورة يعني الاستوديو، مشكورة فعلا استوديو منورة اليوم زايد عشان برشلونة فايز اليوم خميس ونيس، واتمنى لكم كلكم نهاية أسبوع سعيدة، وحافظوا على صحتكم خلال الويكند، لا تقعدون في البيت ولا تقعدون أطفال قدام الأجهزة اللوحية، اطلعوا واستمتعوا بالجو مع عيالكم، وعساكم دوم صحة وسعادة. عساكم دوم إن شاء الله بصحة وسعادة، وكل الشكر لك حمد المعيوف، شكرا لك عيسى سبيل، وشكرا لحسني البلاونة، أنا أحب أشكره اليوم لأنه هو اللي عدلنا الحلقة، وهذه تحياتي محدثكم وأخوكم الصغير محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.